بعدها السيدة جيهان السادات. الحقيقة دخلت في أزمة شديدة كان سببها واحد الله يرحمه، بس هي ستة عندما تريد أن تكون طيبة تبقى طيبة، وعندما تريد أن تكون قوية تستطيع أن تكون قوية. هناك خبر نشر في صحيفتك خاص بها. نعم. نعم. أن هي يعني عندها يعني شو هالخبر؟ شو هالخبر؟ ولكن هي بعد ما فهمت الحقيقة يعني وانتهت القضية وخدت فيها براءة، خبر كان عامله حد في الجرنان عنها انتهى كل شيء. كان الخبر يقول ان ليها ابن تاني غير من اولادها بأوراق مزورة. بأوراق مزورة. يعني حد قدر يزور باسمها. يعني حد مش اراد انه يبين يأسيها. يبين انه مكاتب الصحة ممكن التزوير فيها. فصور الامر على اغاني ذلك.